ماذا عن ظبي القوفز؟ لقد ميزه الله بسرعة تصل عند الركض إلى 90 كيلو مترا في الساعة، ولا تمسك به إلا الحيوانات السريعة فعلا، وعندما يتعرض إلى الخطر يحمي ظهره إلى الأعلى ويموج شعره، وهذا إشارة تحذيرية لقطيعه. بعد ذلك يفر هاربا بقفزات عالية في الهواء. يعيش القوفز في قطعان كبيرة في المناطق المفتوحة الجافة من افريقيا، ونتيجة لتعرض قطعانه للصيد على ايدي الاوروبيين الذين استعمروا جنوب افريقيا، اصبحت القطعان اصغر مما كانت عليه. والان سنعطيكم معلومة اخرى.